أعزائي متابعي صفحة رولا ياميز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رولا ياميز رح تعملكم سبيشال ماشد بوتيتو بطريقة رولا ياميز، وهال يعني هي البطاطا المهروسة بالطعم الخاص لرولا ياميز. مين ما داق هالوصفة عندي كتير بحبها، وكتير يعني إلها طعم غير. بقدمها عادة مع التركي، وبقدمها عادة مع الروستو أو مع الفخدة اللي بالفرن، مع يعني اللحمة المشوية. كتير طعمها طيب وسبشل. خلينا سوا نتعرف على المقادير. عندي 8 حبات بطاطا كبيرة، بقطعها دوائر عشان أسلقها بشوية ملح على النار. أوكي، بحتاج إلى كوب من البقدونس المفروم ناعم، كوب من البصل الأخضر المفروم ناعم، نص إصبع زبدة، بدي 200 جرام من جبنة الفلادلفيا الكريمية، بس أنا ما لقيت اليوم 200 جرام فاضطريت أشتري 300 جرام فبستعمل منهم بس 200، وبدي علبة ساور كريم اللي هي القشطة الرائبة اللي هي زي اللبنة. يا جماعة إذا ما عندكم ساور كريم تقدروا تستخدموا اللبنة، بس مش الحامضة كتير، في لبنة حامضة وفي لبنة عادية اللي بتشتروها بالعلب. أوكي، إذا ما لقيتوا ساور كريم استخدموا اللبنة على عاتي. وبعدين بنحتاج كمان لفلفل، معلقة فلفل أسود، وملح برضو معلقة صغيرة أو حسب الرغبة. خلينا سوا نتعرف إيش بدنا نعمل بالبطاطا المهروسة تبعتنا لليوم. وأولها زي ما قلت لكم بناخد البطاطا وبنروح بنسلقها على النار، وبعد ما تستوي بنبلش بخلط المقادير كلها مع البطاطا لتطلع بصورتها النهائية. انتظرونا لحد ما تستوي البطاطا عنا. أوكي، وهلأ هي انسلقت البطاطا وصفيتها، وهلأ بمحضرة الطعام على طول. باجي بهرس البطاطا كلها وبعدها ببلش أضيف المقادير عشان أخلطهم سوا. خليني أبلش أهرس لأني أنا ما بقدر أصور حالي وأنا بهرسها، وبفرجيكم كيف بيصير عندي الشكل النهائي. وهلأ هيني خلصت هرس كل البطاطا، هلأ ببلش بتطبيق كل المقادير الأخرى مع البطاطا عشان نشوف كيف إيش بده يصير معنا. أول إشي بجيب طبعا الزبدة اللي معاي، هيها حطيتها اللي هي نص قالب نص إصبع، وبعدين بضيف الملح والفلفل الأسود. أوكي، وبضيف معاهم البقدونس كله يعني كب كامل، وبضيف البصل. تمام، هاي البصل. أوكي، هلأ بخلطهم على محضرة الطعام كلهم هيك عشان يختلط المقادير، وبعدين بضيف السور كريم والجبنة. انتظروني عبين ما أشغل الخلاط. هلأ هيني حطيت الإيد اللي بدي أخلط فيها اللي على شكل حرف كي، وبشغل الخلاط على خفيف عشان يختلط كل المقادير مع بعض. الخليط كله اختلط هيك تمام، ببلش اضيف السور كريم والجبنة. اوكي، خليني اضيفهم وافرجيكم. لا بجيب علبة السور كريم زي ما انتم شايفين، وبحطها على الجبنة نفسها، عفوا على الخليط تاع البطاطا، هاي العلبة كاملة. اوكي، وبجيب الجبنة وبرضو بحط 200 جرام تقريبا منها، اللي هي خلينا نقول تقريبا الثلثين بتاع العلبة كامل. تمام، هلأ بشغل الخلاط على عشان تختلط كل المقادير. هي اختلط البطاطا كلها بالإنجريدينز، وهلأ جاهزة اني انا احطها كاملة بالبايركس، وبحطها بالنار بالفرن شوي لا تنشف شوي، عرفتوا يعني بنقدر ناكلها هيك بدون ما نحطها على الفرن، بس لما نحطها بالفرن بصير طعمها اطيب.
اوكي. وفي طريقه تانية كمان، انه بدل ما نحطها بالبايركس الكبير، بقدر احطها بالكرتون كب كيك. في كب كيكس بيكونوا كرتون، انا راح افرجيكم لانه انا عندي، وبيكون منظرها كتير جمالي. فبدل ما يسكب الواحد من البايركس، بيقدر ياخذ الكب كيك نفسها وبياكلها منها. ان شاء الله هلا بورجيكم بعض، او خليني اعمل تنتين ثلاثة لتشوفوا كيف المنظر. واذا بدي بزينها بالموزاريلا تشيز من فوق الكب كيك، فبطلع شكلها كتير طيب. انتظرونا اعزائي المشاهدين، وهاي هي وصفتنا لليوم، الماش بوتيتو مع اللي بدنا راح نقدمها مع التركي، وزي ما قلت لكم مع المشاوي كتير طيبة. هي انا بحاول اقرب، بحطها بالفرن يا جماعة لمدة نص ساعة فقط، لا أكثر ولا أقل. أوكي، نص ساعة بس، عشان أول إشي تتنشف وتتماسك كلها مع بعض. وهي كمان شكل الكب كيك اللي أنا قلت لكم إنه عندي كب كيكس، يا إما مدوق كرتون هم بيكونوا، شايفين؟ تقدروا تحطوهم هيك برضو، بتحطوهم في الفرن لمدة تقريبا، إذا كانت الصينية فيها 12 كب كيك برضو لنص ساعة مش أكتر أبدا. أوكي، وبتقدموها وصحتين وألف عافية. إن شاء الله تكون يا ربي هالوصفة من رولا ياميز نالت إعجابكم، ونتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا هنيئا إن شاء الله. وانتظروني في وصفة جديدة من وصفات رولا ياميز. شكرا جزيلا لمتابعتكم.